تواصلنا يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم. نتواصل معكم وبحضراتكم بالتحية المتواصلة في صباح هذا اليوم. هنا أيضا لازلنا في أشواط المشتركات، تحديات المشتركات، شوطنا السادس خصص للقعدان الفتامين المشتركات. البداية مشاكل منصور بن محمد بن خميس الشامسي ياتي على الصدارة ويقدم مشاكل، بينما المركز الثاني القادم شاهين السهيل بن سعيد بو حقب الشامسي يقدم شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث أشقر حامد بن فارس بن حمد الشامسي يقدم شعاره مع المركز الثالث، غير إلى ثاني. تابع الأسماء الأخرى، بقية الشعارات، بقية الأسماء الحاضرة والمنطلقة الباحثة عن ناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع مشاكل على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الانطلاق. ينطلق على الصدارة، يسير نحو البداية، ولكن اللي قادم أشقر يقدم لنا أشقر في هذه اللحظة. حامد بن فارس بن حمد الشامسي وصل بو حقب في هذه اللحظات. وأيضا بن خاتم حمدان بن محمد بن خاتم يقدم شعاره مع المركز الثالث، ولكن راح بن فارس حامد بن فارس بن حمد الشامسي مع أشقر ولا أبو حقب. اللحظات المثيرة أبو حقب ولا شامسي. يا سلام يا هي معركة. حامد بن فارس بن حمد الشامسي مع أشقر، وهنا أيضا سعيد أو سهيل بن سعيد أبو حقب الشامسي مع شاهين، ولكن غير أبو سعيد راح مع البداية، انطلق بالانطلاق الأخير. مشكور يا أبو سعيد، مشكور السهيل بن سعيد أبو حقب الشامسي، أشكرك يا أبو علي على المتابعة. المركز الثاني حامد بن فارس بن حمد الشامسي، ثالثا حمدان بن حمد بن خاتم الشامسي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، بتوقيت زمني ومقداره ساعة وصول شاهين دقيقتين 12 ثانية تانينا والناموس. نبعثها لمالك شاهين السهيل بن سعيد أبو حقب الشامسي.